السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. هذه الجولة ديال اليوم هي تتمة ديال الجولة السابقة، اللي هي زيارة قصر توبكابي، اللي كما هو معروف اللي كيحتوي على الأمانات المقدسة وعلى المكان اللي كيتصوروا فيه الأفلام والمسلسلات التاريخية، يعني السلاطين العثمانيين. بقوا معنا ان شاء الله حتى الاخر، وما تنساوش الإعجاب والاشتراك ودعم القناة. اول حاجه كنديروا الماب، يا كنكتبوا البلاصه اللي غنمشيو ليها. حنا بغينا نمشيو توبكابي ساراي ميزيسي، يعني غنمشيو لقصر توبكابي. ها هو كيعطينا فين كاين، كيقول لك خاصك تركي على هذه باش تشوفي لي ترونسبور اللي عندك. كما تشوفوا عندنا هنا ساعه و6 دقائق، عطاتنا مرمراي مرمراي. غنركبو من مصطفى كمال باشا حدانا حتى مرمراي سيركيجي استاسيون، وغنمشيو حتى لسيركيجي. غادي نخرجو عندنا 15 دقيقة على رجلينا، غنوصل لبالي دو توبكابي. يعني هادي هي الوسيلة الوحيدة باش الناس كي يتحركوا، يعني واخا تسولي أغلبية كيقولك لا ما عرفتش ترونسبور، هادي كتهنيك من كل شيء. هاهي المسافة صافي، ملي كتركبي كتبقاي ديري. ملي بحال دابا ركبنا في طوب في هذا كنديرو ديباغ، دابا حنا ركبنا في مرمراي كديري ديباغ، كيقولك هانتي فين غادا، يعني ها هي بلاصة اللي حنا فيها. غنمشيو حتى هنايا، بقاو معنا ان شاء الله. حنا دابا وصلنا المحطة ديال سيركيجي، كما كتشوفو تحت الماء، يعني أول مرة أنا كنزل في هاد المحطة. غنوريكم فين كاينين حنا. إننا تحت الماء، عمشوها طوالة كاملة. يعني هنا رحنا يا دابا في الموان سيس، في لاسانس موان نوف، ملي كانوا نزلوا في لاسانسور كيهبطنا الموان نوف، يعني ناقص 9 تحت الأرض. ملي كنطلعوا في الدروج هنا معدلين هذوك لي زيسكالي إلكتريك كيكونوا طوال، كنطلعوا تقريبا 4 ديال الادوار او 5 ديال الادوار دروج، يعني راه حنا غارقين تحت الارض. كما قلت لكم ها هي خاور كان في الموان نوف، المهم حتى نكونوا جايين ان شاء الله غنوريكم موان نوف. يعني في لاسانسور كاين موان نوف، ولكن الحمد لله الجو مهوي. كون ما كانش الهواء كل واحد كيتخنق. المهم هادو الدروج الاولين ديال رقم واحد كما كتشوفوا. خرجنا كما كتشوفوا، صورت لكم كاع الطلعات، يعني في لاسانسور موانف، وفي في الدروج تقريبا شي 5 أو 6 ديال الادوار. المهم وصلنا هذه المحطه ديال سيركيجي، هي هذه. يعني
القصر طوب كافي ما بينه وبين المحطه ديال السير، كيجي تقريبا واحد 5 دقائق على رجلي حتى ل 10 دقائق، ما بعيدش بزاف، يعني ما كيحتاجش ترونسبور ولا شي حاجه، كتنزل من مرمرة صافي كتخرج من المحطه، كنطلعوا من محطه ريجات على اليسار، اللي بغى يمشي على الشارع ديال الترامواي يمشي، لان هي الدخله جات على الترامواي في الشارع، بغى يطلع من هاد الدروج حنا كنختصروا الطريق كنطلعوا من هاد الدريجات. هذه طريق مختصره كتخرجك نيشان للشارع اللي كيدور الحديقة. صافي كندورو على يسار، المهم الطريق راه صورتها لكم في الفيديو السابق ديال جولة في سير كيجي. السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. كما كتشوفوا صورت لكم التراك كامله بلي زيتاب، واليوم ان شاء الله غادي ندخلوا قصر طوب كافي كما وعدتكم. اليوم جينا السبت يعني بلان، غندوز نقطعوا التيكي وغنحاول نصور لكم جميع البلايص اللي كتحتاج الفيديوهات، مع العلم ان كله صراحه كله كيحتاج الفيديوهات، كنتمنى الوقت يقدمنا. بقاو معنا ان شاء الله حتى الاخير. كمليك وطحنا في اليوم كاين 1 درهم يعني تخفيض، البنت حسبوا ليها 30 تيلي وانا 60، يعني جوجهم 90، وكتعاود ترجع بها مره اخرى، يعني هادو هما لي كارت اللي كتدخل بهم. حنا غندخلوا ان شاء الله. قال صافي هذا هو المدخل ديال القصر. انا اول مره غندخل، يعني ما عارفاش فين غندور فين غنمشي، يعني غنبقاو غاديين ونسولو. İle tavlaz bu çocuklara. İhsan Ekim. Ben. Ben gel. Teşekkür ederim. إذن إخواني هذا هو القصر، هذه الدخلة ديال القصر، معرفش واش نبدا. المهم حنا غادي نتبعوا، اجي ناخذوا، اجي نشوفوا هذيك هنا، راه كيديروا لك واحد الاوديو غيد، هنا كاتب لي انه فري، حنا نتاكدوا واش فري او لا.
واحد الاوديو يعني الباص اللي كتدخل ليها كيشرح لك كيقول لك شنو هي هذيك كيشرح لك كاع داكشي اللي كاين قبل ما نمشيو تما صوروا واحد واحد اللعيبه كيصوروا هنا ما عرفتش شنو هي هذا البلون ديال القصر كامل المهم اجي نسولو على هذا الكيد كما قلت لكم مشينا سولنا على هذيك القيمه الصراحه 100 ليره وبلا بلا لاكارت الا كانت بلا كارت كانت ب 70 المهم هنا راه دايرين داخل واحد المتحف ما عرفتش منين ندخل بانوا لي بيبان بزاف تلفت المهم كما قلت لكم الصراحه بانوا لي بيبان بزاف ما عرفتش منين ندخل هذا متحف كيبيعوا فيه داك الديكورات حنا غنبداو الباب الاول نشوفو فين غيدينا شوف فين كانوا عايشين السلاطين سبحان الله العظيم هادشي كنت تحس بشي حوايج اشكال كنحاول مابقاش نضيع لكم الفيديو في الطريق ديوان في كان كيتجمعوا السلاطين والوزراء يعني الأثاث باقي هو يعني الأثاث كما كان كما باقي هنا الساعات يعني الساعات القديمة يعني الساعات القديمة قديمة جدا صراحة ملي كتشوفوها كيكتبو لك بحال دابا هادي 1650 هادو سنة 1650 هادو 1800
شو هاد المكانه سنه 1720. سبحان الله العظيم. الجزء الاول من هذا الفيديو سالا، نتمنى تتابعونا في الفيديو الجاي، تتمه ديال هذا الفيديو مبغيش نحط لكم كامل باش ما تملوش، لانه الصراحه فيديو روعه روعه بزاف، غنكتشفوا اماكن جداد بلايص جداد اللي ميمكنش نوصفوهم، لازم ضروري ضروري تشوفوهم. بقاو معنا ان شاء الله، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد باذن الله.